ارحمنا يا الله. ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا ليسون. لكن أبصرك أنت كريستي تفنوتي آمين. اسكن يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمتهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. شيرين بابن ميسواب او نوتي نوتي فزمارو تنجيف نوتي فيوت
بباندو غراتو آمين فزمارو تنجبف منو جنيس شيريسوس بخريسوس بي إن شويس آمين فزمارو تنجب ابن مايس أواب امبارك لي إيطون Tin agios esios agios en ibnev magion amin logitos kyrios osios estos eones Nes nostiro es mo epsios, maro es mo erofen ginila ostiro, jieb ibnai tagro ere egon, o otim es ment epsios, chob shaine, amin, allelu, نشكرك على كل حال ونجد كل حال وفي كل حال أنك سطعتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك شوقت علينا عضتنا وتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا
عليك ارحمنا الله ترفع علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شكت الصالة المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا تنتهي هو تنطب انتك مت اغاصص بمايرومي مسنا نسنجوك ايفول امبايكوس او افاي نم نيوتيرو انت بنون خنيني نبن نمتك هوتي صنوس نبن براسموس نبن أنا رجاني بن أنت بسطنا صوت شن أنت عرومي إفو هو نمت طنف بشو أنت عنقاقي نيات ابن من يسون هبول علي تو إبول عرون نم إبول هابت لا أستير نم إبولا تيترا بيزا ساي نم إبولا باي ميس أوا بنتك باي نيزيس نانيب نم نيادونا بسامونا جيسك بيتك تيم بشيشيلون إهوم ينيوب نم نيشيلي نم إجن تيغوم ترسن تبغاقي قدام هذا اليوم أبي القس والشمامسة والكريرس وكل الشعب وضعفي يكون محلل فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحيدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية ومن الفوال 12 رسول فم نازل إلى إنجيل مرقس الرسول الطائر والشهيد والبطاقتيس ساويرس ومعلن ديسقورس والقديس أسنس الرسول القدس بطرس أكان والشهيد ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذئب الفم والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس غروروس ومن أفواه 318 المجتمعين بنيقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس ومن فم أبينا المتنايح البابا شنود الثالث ومن فم أبينا الطاهر البابا طوادروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا بسادة ومن فم أبي القس ومن فم حقارتي لأنه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الدو كلها آمين. إيس آمين كتب نعمتي إيسو Oh.
قبول انتن النوبي يتني ارشي انت بارشي ارشي زياكم تسمارو تستي فانوس بشرب مار دي روسف شويس اري المطنان بكو قبول انتن النوبي تني امشي انتني اصلو فورون سمار تيروس باشوي سب اوروغ اورغيوس بلو باتر مركوريون تيودوروس في سترات اللاتس افامينا انتني واياتم توي سريمون ان بكم يقول انت النوفي يتني اشي انتني شبت انت بخريستوس تيا جي يا امي دميانا نم بربارا نم يوليانا نم مارينا شويس اري موتنا نبكو يقول انت النوري يتني امشي انتني اس او بنتي باي ايه او بي او اي بي او اي كطا بفران شويس هري احمد نانم بكم هفول انتن النوفي هيتن نوهم شعار ابغن خم بنيوت طايوت نارشي ارفت بابا افتا ودروس بكشوش هري احمد نانم بكم هفول انتن النوفي تنو امشي اري بونك بنيوت الطام يوتن زيك وصابا سادا بمتروبو ليتيسم شو او 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 اري مطنان بكو ايفول انتن النوفي تنقوش تموكو بخريستوس نمبك يوتن اغاسوس نمبي ابن وماس اواب جيات ايه صوتي امون نوينا البولس من رسالة مار معلمنا بولس الرسول الى اهل كولوسي بركته على جميعنا امين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموساوس الاخ الى القديسين في كولوسي والأخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا ربنا يسوع المسيح. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. استمعنا عن إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبل في كلمة حق الإنجيل، هذا الذي يوجد فيكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر ونامي وكما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من إبراس العبد الحبيب الشريك معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم، ونسأل أن تمتلئوا من معرفة مشيئته
في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب، في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقويين بكل قوة بحسب قدرة مجده، بكل صبر وطول أناه، بفرح شاكرين الله الآب الذي جعلنا كفالة الدخول في نصيب ميراث القديسين في النور، هذا الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي نلنا الخلاص بدمه لغفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به قد صار وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم كل شيء، وهو رأس جسد الكنيسة الذي هو البداية البكر من الأموات، لكي يكون هو متقدماً في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبل أجنبيين وأعداء في أفكاركم في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته، ليقيمكم قديسين بلا عيب وبلا لوم أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير متزعزعين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسالة الثانية بركاته علينا، أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن إنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة عالما إن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجداً من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلاً: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعونه استألمتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولاً فاعلموه، إن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. شربي شوم تنتبخ ريس طوم سيجن بيطو انطا بور نهر النف مسيتي سيسو و أبي
نم يا كوبوس نم يا الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها آباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موضع لقدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب، أو أي ما هو مكان راحتي؟ أليست يدي قد خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وآذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتل الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلوبهم وكانوا يصرون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتهتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. اليوم الثالث عشر من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعده علينا وعليكم، ونحن متمتعين بهدوء واطمئنان مغفورين الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تجلي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور. وهذا العيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وفيه أخذ الرب تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل طابور ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا،
وإذا رجلان يتكلمان معه هو أم موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروج الذي كان عتيدا أن يكلمه في أورشليم. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب جيد أن نكون هنا، فإذا شئت نصنع هنا ثلاثة مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقالوا: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. إن السيد المسيح بتجليه هذا أراد أن يظهر لنا مجده في ملكوته السمائي. ولما جاء موسى وإيليا كان يكلمانه عن خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم، أي عن صلبه الذي أكمل به الفداء والخلاص. فالصليب لم يبارح عيني الرب في لحظات تجليه ولمجيء موسى وإيليا معان كثيرة. يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء، موسى يمثل المتزوجين، وإيليا يمثل البتوليين. موسى يمثل الذين رقدوا، وإيليا يمثل الأحياء. كما إن كلاهما صام 40 يوما، كما إن السيد المسيح صام 40 يوما، وهكذا اجتمع الصوامون الثلاثة على جبل التجلي. وقد أخذ الرب تلاميذه الثلاثة لكي يكونوا شهود عيان على هذه الحادثة. وبعد انتهاء التجلي وفيما هم نازلون من الجبل، أوصى الرب تلاميذه أن لا يحدثوا أحدا بما أبصره إلا بعد أن يقوم من بين الأموات. بركة عيد التجلي، احنا النهاردة بنصلي فرايحي في عيد التجلي. العيد ما فيهوش تذكارات أموات. بركة عيد التجلي المجيد فلتكن معنا جميعا، ولربنا المجد الدائم أبدين. Oh.
Ageios asanatos oik barseno genetin eleison emas Ageios onse os Ageios eshiros Ageios asanatos oik stavro sizdimes Eleison imas Agios oseos Agios echeros Agios asanatos O anastasiton nekero Eleison imas Zog sabat rike Kenin ke ai ke estos e onas toni onon amina getrias eleisonimas Ishli le flogeisam الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فضوب لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بصلاة وظل بث Salomon Eglingil Muka الذين أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا صلم استودا في دليل Ali
افسنتي خنيتو Josi of his ente emos shaene enle loye enle loye isos becherestos ebshiri emevnoti avshop te ejembito o entabur enle Ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Πεσμαρότ και βεσιόχνε φοράνε σχέσιν την εγώμ, Κύριε ευλόγησον το κάταμαρκον Άγιο Ευαγγέλιο. Ελιο το αναγνώσμα δοξάσι Κύριε وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته I'm
أمير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أساساته في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صيون الأم صهيون تقول أن إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي أسس إلى الأبد خلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى بعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا مثل الثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك وظهر لهم إلي مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع فحينئذ أجاب بطرس وقال ليسوع يا ربي جيد أن نكون هاهنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدتان ولإلي واحدتان لأنه لم يكن يعلم ما يجاوب به لأنهم كانوا مملوئين رعبا وكانت سحابة تظل لهم وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني حبيبي له اسمعوا فنظروا بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات فحفظوا الكلمة لأنفسهم وصاروا يسألون بعضهم بعضا ما هو القيام من الأموات
فسألوا قائلين لماذا يقول الكتبة أن إلي ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب هو وقال لهم أن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرسلا؟ لكن أقول لكم أن إلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يدينا نعمه، يدينا بركه، يدينا حكمه، يدينا ارشاد، يدينا معونه، يدينا كده نخسه في القلب بارشاد الروح القدس. كل سنه وانتم طيبين. النهارده الكنيسه بتعيد بعيد التجلي، واتكلم ابونا بالليل عن عيد التجلي، واحنا طبعا عيد التجلي ده معروف من الأعياد السبعة الصغرى، عشان عندنا 14 عيد، سبعة كبار وسبعة صغيرين. وظهر فيه موسى وإيليا، وموسى بيمثل المتزوجين وإيليا بيمثل البتولين، وهم الثلاثة صاموا 40 يوم. موسى صام وإيليا صام والسيد المسيح نفسه صام. بركة عيد التجلي تكون معانا، أمين يا رب. بنعمة ربنا عاوز أخد سبع نصايح أو سبع كلمات ويبقوا دستور لحياتنا. لو أنا عملت بكلمة أو بنصيحة من هذه النصائح ممكن حياتي تتغير وربنا يغير ولا تتغير. نقول السبع كلمات كده بسرعة، وزي ما يرشد الروح القدس نتأمل في كلمة أو اثنين أو أكثر تبع يعني إرشاد الروح القدس. أول حاجة، أشكر وبلاش تذمر. أشكر وبلاش تذمر. أشكر وبلاش تذمر. تاني كلمة، لا تحتقر أحد. لا تحتقر أحد. لا تحتقر أحد. يبقى الكلمة الأولانية أشكر وبلاش تذمر. الكلمة الثانية لا تحتقر أحد. الكلمة الثالثة، شجع وما تحطمش. شجع وما تحطمش. الكلمة الرابعة، اقلع النظارة السوداء. الكلمة الرابعة، اقلع النظارة السوداء. الكلمة الخامسة، اعمل الخير ومالكش دعوة بالغير. اعمل الخير وابعد عن الشر. اعمل الخير ومالكش دعوة بالغير. الكلمة السادسة، انسب عذر للآخرين. انسب عذر للآخرين. نمرة سبعة أو الكلمة السبعة، بلاش تبرير. دول بنعمة ربنا سبع كلمات، والإنسان الشاطر ما يطلعش من العظة إلا لما يكون حافظهم، وأي إنسان ممكن يسجلهم، يعني إحنا مش هنسمحهم لا. ده كل كلمة، كل كلمة في الكلمات السبعة دي بنعمة ربنا عاوزة وعظات، يعني مش كل كلمة عاوزة وعظة لا، كل كلمة من الكلمات السبعة دي عاوزة ايه؟ عاوزة وعظات. عشان كده أول كلمة، أشكر وبلاش تذمر. أشكر. عشان كده بنصلي في صلاة الشكر، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك على سبع حاجات
سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا، أشفقت علينا، عضتنا، أتيت بنا لهذه الساعة. في كل صلاة الكنيسة فلنشكر صانع الخيرات. الله بيصنع الخير بس. وفي كل لحظة، صلاة ميت، صلاة جناس، صلاة قنديل، صلاة ثالث، صلاة سابع، صلاة حميم، صلاة معمودية، بنبتدي بصلاة الشكر. اتعلم من النهاردة في حياتك انك انت تشكر، انك انت ايه تشكر. بسرعة كده هنتأمل في الكلمة دي وناخد كده بس بسرعة خالص، يعني مش كل قصة نتأمل فيها ونقعد فيها، لا بسرعة جدا، يعني هناخد خمس قصص كده بسرعة. القصة الأولانية، طفل في عيد الميلاد أبوه ما جابلهوش حذاء جديد، قاعد يبكي، طب أنا ليه وما ليش وما، وياما مشاكل الدنيا بتحصل في الأعياد، ياما مشاكل الدنيا بتحصل في الأعياد بسبب مرض اللبس الجديد، بسبب مرض اللبس الجديد. المهم الطفل ده بكى، وبعدين كده جاء تاني يوم العيد بيبص لقي واحد طفل بدون ايه رجلين، ملهوش رجلين خالص، فتأثر قال يا سلام يا رب، انا زعلان اللي ما معيش حذاء، امال الطفل ده اللي ما معهوش رجلين خالص يعمل ايه؟ عشان كده اشكر ليست موهبة بلا زيادة الا التي بلا شكر. يبقى اول قصة في حياتي الشكر، قصة ايه الطفل. القصة الثانية، بيقولوا موسى هو طلع الجبل قبلوا اثنين، قال له موسى انت راح تصلي؟ قال لهم ايوه راح اصلي. قال له طب نطلب منك طلب؟ قال لهم اطلبوا. الاولاني قال له قول لربنا كفاية خير كفاية خير كفاية خير، بيشكر ربنا ليل ونهار وربنا عطيه عطيه عطيه. قال له حاضر نقول لربنا كفاية خير لسين ماء. طب والتاني صاد، قال له قول لربنا بلاش، منزل غضب ومنزل مصائب ومنزل تجارب ومنزل بلاء ومنزل وباء. قال له ليه؟ قال له انا في حيلتي في الدنيا كوخ ومعزايا، دنشت كوخ ومعزايا، قول لك كفايه تجارب على فلان. صاد، احنا قلنا الاولاني سين وصاد. راح موسى صلى وبعدين قال له ايه يا رب؟ قال له سين بيقول لك كفايه ايه عطايا، وصاد بيقول لك كفايه تجارب. راح ربنا رد عليه قال له قول السين الاولاني بطل شكر وانا بطل مواهب الدهالك. يا مواهب الدهاني؟ قال له طب والثاني؟ قال له قول لك كفايه تذمر، كفايه ايه تذمر. يا سلام عليك يا رب. رجع موسى قال له ايه يا موسى؟ طبعا قبل الثاني الاولاني اللي هو صاد، قال له بيقول لك كفايه تذمر. قال له على ايه؟ معزايا وخيمه ومتذمر برضي. هبت ريح جات على الخيمه وقعتها المعزايا ماتت. الحمد لله بقى انظف من الصيني بعد غسيله. والثاني بيقول له قال لك ايه؟ قال لي بيقول لي كفايه ايه شكر. قال لي مش انا راح اشكره لو ما عطانيش ولا حاجه. وكلمه الشكر دي حصلت مع ابونا فلتؤوس السرياني. في يوم من الايام كان عند القداس ونزل، كان القداس الساعه 7 بتاع ابونا، ونزل قبلها بساعتين جنب المذبح ويبكي يبكي ويقول له يا رب انا مش عاوز المواهب اللي انت عطتهاني، انت ابتديت تديني مواهب كثيره ابونا فلتؤوس. وفي الاخر الملاك زهر له قال له ايه؟ قال له الله يعطي ولا ياخذ، ربنا عطاك، انت عاوز تستعمل هذه المواهب يا ابونا استعملها، مش عاوز تستعملها براحتك، ولكن استعملها لمجد اسم الله. القصه الثالثه، القصه الثالثه دي خلي بالنا بسرعه كده من اربع مقاطع، من اربع ايه مقاطع. المقطع الاولاني، انسان كده باصص من الشباك لقي واحد في صندوق الزباله عمالك ينقي من اللقم وبياكل. قال له اشكرك يا رب ما وصلتنيش ان انا انزل في صندوق الزباله واكل. روح لصندوق الزباله ده اللي موجود في صندوق الزباله، هو بينقي في صندوق الزباله بيشوف لي كويسه وياكلها والوحشه بيبعدها، لقي واحد اعمى قاعد على الطريق. قال له اشكرك يا رب برضه اعطيني عينين وباكل وبشرب وكل حاجه. روح المقطع الثالث، انا مختصر لكم قصه خالص. المقطع الثالث، طب انسان اعمى اتشكر على ايه؟ هو وقاعد لقي عربيه الاسعاف واحد مكسر عليهم ضحضح وعاوز غرز وعاوز،
قال له أشكرك يا رب، وصح أنا أعمى بس معي رجلين وأمشي وباكل وكل حاجة. يا سلام، أعمى. طيب الأعمى ده طيب المكسر، المقطع الأخير والرابع ده ودوه المستشفى. هو دخل المستشفى لقي واحد عن النقالة مودينا على المشرحة، قال له أشكرك يا رب لعطيتني نعمة الحياة، أشكرك يا رب لأنك أعطيتني نعمة الحياة. ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. عشان كذا أشكر قصة من أربع مقاطع. القصة الخامسة قصة إنسان مريض دخل العناية المركزة برا في الخارج. ده دخل العناية المركزة يوم واحد بس، احتاج الجهاز التنفسي، حسابك بالليل $5,000. بعد ما كده بالليل قالوا له حسابك 5,000، لقوه بيبكي. بتبكي على ايه؟ فبيقولوا له انت بتبكي على ايه يا عم؟ قال له انت ما معكش فلوس نعم نشوف لك جمعيه. قال لا 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 لا. قال طب انت بتبكي ليه؟ قال لهم انا ليا 87 سنه عايش، طول عمري ما شكرت ربنا، ولكن في ليله واحده وعطيني نعمه التنفس طبيعي، في ليله واحده دفعت 5,000 جنيه. هل نستغرب القصه دي؟ وحصلت الايام اللي فاتت في الخمس شهور اللي عدلوا، وكام 1,000 احتاجوا لجهاز تنفس، وكانوا يدفعوا اكثر من 5,000 و10,000 في اليوم الواحد، وما كانوش يلقوا اجهزه وسافروا الى السماء. ده انت بمجرد ما بتتنفس طبيعي بوس، لو طلت رجلين ربنا بوسها، لو انت بتتنفس طبيعي بس وما احتجتش الجهاز تنفس، حتى ما بينفعش احيانا الجهاز التنفس. عشان كذا قصه الانسان المريض. اخر حاجه اشكر على كل شيء دي في حياه الشكر. اشكر على نعمه الحياه اللي اعطاها لك ربنا، اشكر اللي سابك الفتره دي، اشكر اللي اعطاك فرصه ثانيه. صدقوني صدقوني صدقوني، المره الثالثه دخولك الحمام وحدك اكبر عطيه من عند ربنا. تمد ايدك وتشرب بايدك اكبر نعمه. تصحى من النوم تفتح عينيك اكبر نعمه. عشان كذا تشكر على كل شيء في الدنيا، تشكر على الماضي وتشكر على الحاضر وتشكر على كل شيء. يبقى اشكر وبلاش ايه تذمر. دي الكلمه الاولانيه. انا اخذ جزء برضه من الكلمه الثانيه، لا تحتقر احد، لا تحتقر احد. بسرعه انا اخذ خمس، لا مش خمس، انا اخذ 10 امثله بس بسرعه جدا، يعني ما تخافوش اقل من 5 دقائق العشر امثله دول. نمره 1، ما تحتقرش اي انسان في الدنيا قدامك، لو انسان غبي انسان. نمره 1، صياد بتاع سمك، وانتوا عارفين الصياد ريحته ايه، الباقي عنديكم، هدومه ايه، صياد بتاع سمك ما يطلع مين في الاخر؟ بطرس الرسول، ربنا يختاره ويبقى تلميذ. نمره 2، واحد بيجني جميز، بيجني جميز بتاع جميز، ما تعبرهوش انت، يطلع مين؟ يطلع موسى النبي. نمره 3، واحد بيرعى غنم، طفل صغير شقاية، حتى ابوه ما كانش حاسبه، لما جاي يمسح صموئيل ده كان موجود تحت ورا الغنمات، قال له خلصوا الغلمان، قال له خلصوا، ده فيش غير طفل صغير ده يعني ما ينفعش، قال له طب هتهولنا. يطلع داود النبي. ويطلع مين تاني؟ القديس العظيم الانبش نود رئيس المتوحدين، برد كان بيرع غنم، وقديسين كتار كتار. يبقى صياد ما تحتقرش الصياد، ممكن يطلع بطرس، تحتقرش واحد بيجني جميز يطلع عموس، تحتقرش واحد بيرعى غنم ممكن يطلع داود النبي، والانبش نود رئيس المتوحدين. ممكن نمرة 4، اسكافي بيصلح أحذية، بيصلح أحذية، كمل انت الباقي. يجي رقم 2 في البابوات، البابا إنيانيوس الرسول، يا ربي على عملك الإلهي. نمرة 5، هبيلة غير محسوبة في الدير، بتمسح الحمامات ما حدش معبرها مع الراهبات، ما حسبنهاش، تطلع مين الهبيلة دي؟ القديسة العظيمة أناسيمون. يا سلام يا رب. نمرة النقطة 6، واحد لص سارق
كاتل كل الصفات في الدنيا عملها، يطلع مين إن شاء الله ده اللي فيه الصفات دي من أولها لآخرها؟ يطلع القديس العظيم موسى الأسود القوي، نمرة 7، نجار بيعمل في النجارة، يطلع مين النجار إن شاء الله؟ رب المجد نفسه هو يوسف الرامي. نمرة 8، واحد ثقيل الفم ما يعرفش يتكلم كلمتين على بعض، وفي الآخر يقول لا لا لا، يقول له موسى طلع تعالى خلص شعب، يقول لا يا رب أنا ثقيل الفم ما نعرفش نتكلم، يقول له طب خلاص أنا نخليك تعرف تتكلم. ويطلق على موسى كليم الله، هو الوحيد في العالم كله اللي يكلم، اللي كان يكلم ربنا وجها لوجه، يطلع موسى. نمرة 9، طفلة يتيمة ودوها الهيكل على 3 سنين ويتوفى أبوها وأمها قبل 8 سنين، تطلع مين الطفلة اليتيمة دي؟ مين؟ أم الله القدوس. نمرة 10، واحد عامل بيشتغل في كرم، في كرم فلاح، أمي ما أخدش أيها بكالوريوس، يطلع مين إن شاء الله؟ ده البابا ديمتريوس الكرام اللي دخل الحسابات في الكنيسة. ياه يا رب على عملك، ياه يا رب على عملك. عشان كده أهم نقطة أشكر وما تتزمرش، والنقطة الثانية لا تحتقر أحد. أنا تأملت بس بعجالة في نقطتين 2 فقط لا غير، دول عاوزين أيام وعاوزين كتب. عشان كده بنعمة ربنا نشكر أول حاجة، نشكر الله الذي أعطانا نعمة الحياة، نشكر الله الذي أعطانا نعمة الحياة. نمرة 2، نشكر العذراء الذي سمحت لينا أن نخدم مذبحها ونحن غير مستحقين لهذه الخدمة، ونحن غير مستحقين لهذه الخدمة. نمرة 3، نشكر البابا تودروس الذي في عهده انتشرت الكرازة والقنوات المسيحية باتساع كثير جدا جدا. نمرة 4، نشكر أبينا المضران الأنباب سادة الذي يصلي عنا وساهر عن هذه البرشية وعن كل توخيمها اللي هي أخميم وسجلتا. نمرة 5، نشكر صاحب النيافة الأنبا أربيا المشرف على هذه القناة الذي سمح لنا أن نأخذ بركة الصلاة وتتوغل هذه القناة إلى نجوع وقرى الصعيد. نمرة 6، نشكر كل العاملين في هذه القناة وكل القنوات الدينية التي تنشر كلمة الله في كل مكان، ربنا يعوضكم. نمرة 7، نشكر رئيس الجمهورية أيضا الذي في عهده استتب الأمن والأمان ويعمل ليل ونهار، ربنا يزيد حكمة ويزيد عمل. نشكر ونصلي ونطلب إلى الله، نشكر ونصلي ونطلب إلى الله أن يرفع عنا الوباء والغلاء ببركة وصلوات أمنا العذراء أولا وأخيرا، وصلوات البابا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا بسادة مطران أخميم وسجلتا. تدريب بسيط بسرعة مش هياخد دقيقة، كل يوم قبل ما تنام قل له يا رب، يا رب أستر علينا قضي غربتنا على خير، يا رب أستر علينا قضي غربتنا على خير، اجعلنا على استعداد، اكفينا شر الغفلة، اهدينا إلى ملكوتك، اهدينا إلى ملكوتك، وإن أمرت فلتكن في ساعة مرضية. ودي بالليل، وقل إيه آخر حاجة، في يدك أستودع روحي. ربنا معاكم وربنا يعوضكم وربنا يرفع الوباء والغلاء ببركة العذراء مريم وكل القديسين، وإلهنا المجد دائما أبدين، آمين. سوفيا سبروس خموين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكون خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الظهور نور من نور الله حق من الله حق مولود غير مخلوق مساوي الله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر لاجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عن الارض بلاطس البنطي تألم كبرى وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد للسماوات ويرأس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدين دين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاه نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي من بصق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده مغفر الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. غونشتيفون خايت انتي أناستاسيس انتي نيرف موت نيمبي أونخ انتي بيونس نيو والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده آه مما لم يكن كونت لإنسان وجعلته في فردوس النائب وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أبا ولا نبي ائتمنتهم على خلاص بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنس وشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده وصرت لنا وسيطا مع الأب والحاجز المتوسط نقدته والعداوة القديمة أدمتها وأصلحت الأرضين مع السميين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيد إيدنا
وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر وكل مكيدة ومن تسكار الشر الملبس الموت. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. لنتناول بغير انطراح في الحق من موابد غير الميدة السمية بنامتك ومسرت أبيك الصالح وفال روحك القدس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. السلام أمو لتجلي المسيح حلم أجاب الطاب أمام تلاميذه بطرس ويوحنا ويعقوب. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس. قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا وانصر. بشفعة والدة الإله القديسة مريم يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة تسبيح. محبة الله إلى بنعمة الابن الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وعظيته مواهبة الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روح أيضا. طلبكم هيا مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي ينطق به غير المرئي غير المحوى غير المبتدئ الأبدي غير الزمن الذي لا يحد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع
غافر قضايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرفات أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ لك أحوك الأرباب أنت الذي ينطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل الكراسي لك الكرامة إلوف إلوف وقف قدامك ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يبارك غير المرئيين أنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيد أيها الجلوس كيف أيها الكائن السيد ربي إله الحق من إله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير البرئين أحسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة نصرخ بما يرسل أولئك بصوت أصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر ونبارك عظمتك إلى شعركم زرو أنت هو القيام حولك أشار بهم السرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون رجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبلت واحد منهم يرسلون تسبيحات الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين هائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدام Ah.
مت شانس مغتي توش اكسر شو بين اي شبا ام بي اقطع هو ان تفيرت سيني او وثوي اكتغر ام بكاهني اسرو موشي ايغوف اسفيت اقما اشتام مفيوم اذفيت اكون هيفون ان اتفيسس اني زيون اكسبيو ان انكاين بين صابسين انا اتشا آلاف إن بكات شاطن هلي كني في أوي أنت بكتا آيو إن سوك بيتك إرب لازن موي أكو ينتي إري أغون اكس خاين خيت انتهي كون انت تكسوس ايا اكو يم بزرون خيت انت نيصاجي اكو اونم ببراد سسني اي اونوف اكتيتو تنتم ذنب تزمو انت بكامي اقون هني ايول ام بيشين انت بون حتى موي اتصري ام افمو او توقينوت بيتك ششت اشتمو مفولي ان خير فايتك قسني ينبر او مفولي ان خير اما ابط فاكلت بارادتي وتركت عني ناموس كبرائي وتكسلت عن وصاياك انا اختطفت لي
يا سيدي أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كاب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسيك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين إنان هجال بكاهي أقيس متر انتبار سينوس بيت شوفك وينوتين أولم أمبي إتقمي في إيروف إسرق شوفين هيسوس نام في نور أوتي ألاك شوك أبول من أموك أكشين أمر في أمفوك أكسمو إطافي سيسن خيط أكيك بك نومو سيبول خاروي أكتامون هبجنتون انت با أكتيم بكو إيفول إني تو أماهي إيغو هيتنا آمين إنتي أكو إيفول إمي بصهوي إنت بيناموس أكون إمي بنوبي خانت ساكس أكتاموي إلغوم أنت كثوسي أكتيم إفنابين فوليني في الليف أكتنوس نيريف مؤون إفو الخير ني إمهف أكتاهو إنت فيس إسئرات خنب صاجي أقون هني إيفول أنت إيكونومية أنت تكمت شاني إسمك أقفاي خابت شنغونز أنت نيبونيروس أكتي أنت كتشيسي هنمستنغوس نك أوغي أكاف إهان شي إن كريد فيت وانيب إن بكتاستو
ام بكون هو اول هايب شي بي انت هانصا اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله كرحمتك يا رب ولك خطايانا أقدم لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي أكتب أعمالي تبعك لأقوالك أنت الذي أعطيتني أنت الذي أعطيتني أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني صعد جسدك بخبز
وخمر التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله أبيك سيد كل أحد وشكرت. آمين. وباركته. آمين. وقدسته. ونعترف ونمجد وقسمته وعطيته تلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، فاصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. طائري تيعون من انصاء سروقهم اكيد شيء افوت اقصد في اول خنب اطاهن تتيفوين قالوا لي نمقوا ما اطاك شبه موت. لتلاميذك المكرمين القديسين والصالحين قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. أتت النعوم إيفون
الخباي اوي كفاي او انت تنسو ايو الخباي افوت فاي ارتني اوي شمبامو ارتني رومولوجين انت اناستاسيس ارتن اري امبا مبشاتي امين 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 تون سانا تون سو كيري كاتان جيلو مين كيتن آجيا سو أناستاسين كيتن على ليبسين سو انتس أورانيس أمولو قومين كينو من سفلو من كيه كيزي أمي طام أسوس سيوس سيدنا فيما نحن نستعصك لنزولك على الأرض ومتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا قربوا لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا نسبحك نباركك نخدمك ونسجد لك رزقو من آمين وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا لك في نات آمين صعيدا دما كريما لعهدك الجادي أيضا نوم حياتنا بدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب سألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فانتتصلوا فينا يا رب ارحمني ما سئل لنا طريق التقوى يا رب ارحم ثبتهم الذين رونهم ثبتهم يا رب ارحمني للإكليلوس اسكندروباني والرهيب يا رب ارحم آمن للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا ليسون للذين بالتوبة صلاحا للأغنية يا رب ارحم فضلاء معونة للمساكين يا ليسون أشهر قوم الذين في الحداثة أدبوا يا رب ارحم للطلب عملا للمحتاجين كيريا ليسون وغير المؤمن ردهم لتنقذ افتراقات البيعة يا رب ارحم العظمى للبر نحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم
رحم يا رب رحم يا رب رحم. اذكر يا رب سلام كنيسة الواحد الواحد المقدس الجامع الرسولية. صلوا من أجل السلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه الكهنة من أقاس المسكونة لقصيها والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة. أذكر يا رب ذكرنا البابا تودروس الثاني وقوايف الخدمة الرسولية البطريرك انطاكي مارغ نصف رمي الثاني والبطريرك أبونا أنطونيس الأول وشريكا في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا بسادة. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس سقيفة مدينة عظمى اسكندرية وأخوي في الخدمة الرسولية أبينا بذكر أنطاكي مالغ نطس إفرام الثاني وأبينا بذكر أبونا أنطونيس الأول وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا بسادة وسارة سقيفتنا الأرثوذكسية. يا رب رغد الأساق في الغمام والقصوص والشمامسة والأبز يقونين. من أجل أبان القصوص وأبان القمامسة وأخوات الشمامسة والأبز يقونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب والعزارة والأرامل والأيتام والمتنسكين والعلمانيين وعن كل امتلاباتك المقدسة يا إلى كل المؤمنين. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين تملكوا فاتقوا والذين هم الآن ميلوا. يا رب المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع العسكر. يا رب ارحم. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر الذي من السماوات. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب ارحم. أذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير وأخوتنا الذين في السبيل. يا رب ارحم. انعم عليهم برجاهم الى منازلهم سالمين. اسجد لله بخوف ليسون شابك شابك
شعبك وكنيستك يطلبون إليك إليك وبك إلى الأب معك قائل جن عيني جن عيني جن عيني افنات بين ساتر جن عيني جن عيني جن عيني افنات بين ساتر جن عيني جن عيني جن عيني افنات بين ساتر اوان عيني ارحمنا 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 يا الله خلصنا ارحمنا 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 يا الله خلصنا ارحمنا 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 يا الله مخلصنا يا رب ارحمنا اجعل شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسن للعوام تفضل يا ربي مياه النار في هذه السنة بارك اطلبوا عن صعود مياه النار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا وسادك مقدارها وفرح وجه الأرض ويعول نحو البشر ويعطي النجاة للدوام ويغفر لنا خطايا أنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصدك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرسل تكسر أسماريا أعدى للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كلال السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تطيم طعمهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا مطيا طعما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل
صالح يا رب ارحم. شفاء للمرضى راحة للمعازي كثير ليسون اطلاقا للذين في السابق قبالا للايتا يا رب ارحم. مساعدة للأرامل المتضايقين اشفعهم بالخيرات كثير يا ليسون اشفاق نقم والقيم سبتها يا رب ارحم. العابد نذكر والمعترفين اقبل اليك اعترافهم كثير يا ليسون الضلال الذين تابوا قدام مؤمنك مؤمنك عندهم شهداء يا رب ارحم. الذين نجعلهم متشبين بملائكتك ونحن ايضا المدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا الى ايك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديانات ابائنا ارزقك سيد صلوا من اجل خلاص العالم وقريتنا هذه وسائر المدن والاقاليم والجزائر والأديرة يا رب ارحم. وكل مدينة وكل كرة قرى كل زينة نرجينا كلنا من الغلا والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراق يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تسكن جميع القديسين الذين ارضاك منذ البدء أبانا القديسين رأس الأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل الراصدين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديس المملوء مجد العذاب كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس والشمامسة والشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد والبدر القديس سارس والقديس كيلالس والقديس باسيليوس والقديس غرورس وبنى الصديق العظيم البار المنظونيس والبار الانبابولا والثلاث انبا مغرات القديسين وبنى انبا انس وبنى انبا شوي وابنى القديسين الرومان ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والاربعين شهيدا شيخ شهيد والقوي الانبا موسى وابن ان بابا خوما بشارك وان بشنو دريس المتوحدين وان بن فارس وان بصمويل المعترف والقديس البابا كلولوس والان بتمز الساء والبابا شنو داول شمعون ارشد يكون حبيب جرجيس وكل مصاف قديسك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بان البطارك القديسين الذين رقدوا
الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. ربو اسمه سوى شو بين من آمين زوق سانسين كيرين كين لي صون كين لي صون كيرين فلوق صون كيرين أنا باب صون الآخرين الذين ذكرناهم المؤمنين وأيضا الذين لم نذكرهم الأرثوذكسيين هؤلاء ونحن معهم يا الله كالصالح ومحب البشر اللي واغفر واصفح لنا يا الله أن سيئاتنا التي صنعنا بإرادتنا والتي صنعنا بغير إرادتنا التي فعلنا بمعرفة والتي فعل بغير معرفة الكافية والظاهرة يا رب اغفر لنا لأنك أنت هو الله الرحوم الذي لا يشاء موت القاضي مثل ما يريا ويا ردنا يا الله إلى خلاصك واصنع معنا كصالحك كصلاحك يا محب البشر يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم كما كان هكذا يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما بك الصالح والروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروح أيضا يا سيدنا ومخلصنا البشر صالح محيم حسنا يا الله الذي
أسلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوات البشر. أيها الإله الوحيد الذي في حضن أبي يا رب بارك. أنا أيضا بارك. أنا أيضا قدس. القديسين ورسل الأطهار في ذلك الزمان لنا أيضا يا سيدنا أعطنا كل شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا. أمين أمين. إبرنس فيك صاستي يا رب ارحم. أنت وكلمة الآب الإله الذي قبل كل الدهور ورئيس الكهنة العظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحم.
حق أجاب لطابور وأخذ معه تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وتجلى أمامهم وكان وجهه يلمع أكثر من الشمس وثيابه مثل الثلج زارناهم النبيان موسى وإيليا وهم يتكلمان معه عن الفداء الذي كان مزمعا أن يكمله في أورشليم واستحابة منيرة ظللتهم وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي بوسررت له اسمعوا كريان ايصون كريان ايصون يا رب من صلاحك يا محب البشر أن تكون هذه الذبيحة تبكيتا لخطايانا وعارا لأسامنا لأننا قدمناها لك عن ضعفين بل قدس أنفسنا وأرواحنا ونياتنا كلنا لكي بنفس مستنيرة وعين غير مخزين وقلب طاهر وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة جاي ثابت نكسر بذلك غير خوف نصلي الصلاة المقدسة التي أعطيتها لتلاميذك القديسين ورسلنا أدخل قائل بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الأرسطو كامل هذا خير كما بدك اذكر يا الله في الخطايا الكثيره وموضع الذي فيك اسبتك سيدنا كما تجمل الخطايا الخاصه ان جلس ابقى زين بشكل عام قد بها اذكر الماضي شميع قديم عدنا اذكر يا رب سلام كيس كان واحد وحيد مقدم مسلم قداسة الباب المعظم الانبا تواضع السيسان وشيخ من سيب المطران المكار من الانبا بساده من انا خوف اذكر اجتماعاتنا باركها خلصت حقا مع روحك ننصت بخوف الله امين يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون سابت القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس روح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس
آمين باسي كتب نعمتي سوماغيون كيماتيميون عليثنون إسخريس طوئي تساهمون آمين Sinonis Christ to you to say, O mon ami. أنا ذا الجزء المحيي الذي أخصه المسيحي لا من سيدتنا كلنا وبيتنا القديسة مريم وجعلته واحد ما له تكالى بغير اختلاط من تزاج ولا تغيير واعترفت الاعتراف الحسن أمام الصمت واستمتع عنا على خشوة الصليب المقدسة بإرادتك وحدك عنا كلنا أؤمن أن له تكنم فأكنا صوتك أحسن روحنا طفتعي يعطى أن خلاصنا غبرانا للخطايا حياتنا بدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول بالسقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب